مشاهدينا معنا اتصال هاتفي من فارس العقاب. اهلا وسهلا بك استاذ فارس. مساء الخير استاذ. حياك الله حياك الله، تفضل مداخلتك. اولا كل الشكر لها القناه الرائعه. اشكرك ولها البرنامج عن جد اللي 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 عطاشه لهيك برامج تبث على قنواتنا الفضائيه. يعني اقلها انه طلابنا ينظروا يصير عندهم وعي زياده عن اللزوم، ويا ريت انه هالامور هاي تكون بصفة جدية داخل الجامعات عندنا الرسمية الخاصة والحكومية. أولا شكرا شكرا كثير لهالبرنامج ولك أستاذ إبراهيم. أشكرك جدا. الدكتور الدكتور حسين الدكتور طارق برضو كمان وأنا بشكركم على هالبرنامج، ويا ريت أنه برضو أكرر هالبرنامج وزي هالبرنامج هذا يعني يصير بكثافة إن شاء الله. حبذا أن يكون طلابنا عندهم معي بإذن الله بهمة وطنيين من هذا الوطن وما شاء الله عليهم. بس إن أشكرك جدا أشكرك على مداخلتك أستاذ فارس العقاب. معنا اتصال عبد الله السواعي من أجدون. أهلا وسهلا بك ويسعد مساك. الله يسعد مساك وأستاذ إبراهيم ومساء الخير لك ومساء الخير للدكتور حسين الغزاي. حياك الله تفضل مداخلتك. ومساء الخير للدكتور طارق، حقيقة يعني احنا نحييكم على البرنامج اللي يعني عبر قناة نورمينا، ومداخلتي يعني للدكتور حسين وللدكتور طارق حول انه العنف الجامعي خاصة بالإقليميات الضيقة اللي تنتشر داخل الجامعات سواء كانت الحكومية أو الخاصة، ومن ثم انه كمان بتعرف داخل الجامعات المجموعات التي بتسمي حالها مجموعة الشمال ومجموعة الوسط ومجموعة الجنوب وأردني وفلسطيني وما شابه. واحنا يعني نتمنى يعني صارنا سنوات بالنسبه للعنف الجامعي ما في اي حلول جذريه من عده سنوات او يعني اكثر يعني سنوات، بالتالي لم يكن هناك اي حلول الا انه سواء كان الاعلام مشكور على دورهم، الفضائيات، الصحف المحليه، يعني الا الحكومه لم تجد اي حلول جذريه للعنف الجامعي. والله يحمي بلدنا ويحمي سيدنا. اشكرك جدا اشكرك عبد الله السعير. نعم. اشكرك جدا دكتور حسين. ظهر العنف الجامعي في فتره لم نعتقدها، هل تعتقد ان العنف الجامعي ظهر من ظاهرة أتت ضمن تفكك أسري ومن عوامل نفسية واجتماعية وغيرها، أم أنه مؤامرة لضرب الأردن في أسمى أهدافه وهو العشائرية والجامعية؟ لأننا نعلم أن الأردن بني على العشائرية وارتقى بالجامعية، هل هذه كانت مؤامرة على الأردن لإصابة أسمى أهداف الأردن لينقصوا من قيمة العشائرية ولينقصوا وليردئوا مستوى التعليم الأردني؟ يا سيدي شكرا كثير لك. يعني هي عملية، خليني أحكي، عملية تصويرها على إنها مشاجرات عشائرية داخل نعم. الجامعات هي المؤامرة. نعم. وخاصة لما بتصير مشاجرة بين طالب وطالب على السريع بيقولوا ولعت بين فلان بين العشيرة الفلان وبين نعم. العشيرة الفلانية، هذه هي المؤامرة. عندما احنا نركز على العشيرة وننسى الطلاب، احنا يجب ان نركز على الطلاب. وهي قضية يعني انا بحب اشكر الاخوان اللي فعلا اتصلوا وحطوا الاصبع على الجرح الان نعم. هذه موجودة الإقليمية، أنا بدي أحكيها بصراحة، الإقليمية موجودة، العشائرية موجودة، المناطقية الضيقة موجودة، الولاءات الفرعية موجودة داخل الجامعات ما نخبي نعم. موجودة، وهذا مرض داخل الجامعات بتسلحوا فيه الطلاب بطريقة خاطئة. الطلاب الآن فهمهم الخاطئ للعشائرية هو الذي هي المعاني المغلوطة نعم. التي دخلت على العشائرية نعم. لأننا اعتدنا على العشائرية نعم. قيم تسامحية وتكافل اجتماعي ونخوة عربية أصيلة لم بالعكس. يكن فيها عنفوان. بئست العشائرية إذا كانت تبنى على العنف وعلى الشجار. العشيرة، وأنا بقول لشبابنا اليوم، العشيرة مأخوذة من كلمة العشرة نعم. والعشرة هي المحبة والتلاقي مع الناس، وعشائرنا الأردنية طول عمرها بنت هذا الوطن، دافعت عن نعم. هذا الوطن، أسست هذا الوطن بالمحبة، أرادوا أن يضربوا هذا الهدف بالتلاقي. العشيرة لا تشجع على العنف، العشيرة تكره بنية. الظلم، العشيرة بتحب الخير للكل، العشائر تنادي دائما لإصلاح ذات البين. الولاءات الفرعية داخل الجامعات يجب أن ننساها. بس ولكن ما الذي عزز الولاءات الفرعية؟ الذي عزز الولاءات الفرعية والذي عزز هذا الكلام اللي موجود هي قضية. القضية أولا وجود الجامعات، خلينا نحكيها وبكل صراحة، وجود الجامعات في المناطق اللي فيها خلينا أحكي التجمعات العشائرية نعم. مثلا على سبيل المثال
جامعة آل البيت، كل العشائر اللي موجودة حوالين هاي الجامعة أبنائها في هاي الجامعة. إذا صارت مشاجرة برا الجامعة تنتقل إلى داخل الجامعة. نعم. داخل الجامعة هنا. اثنين، إذا صارت انتخابات برا يا دكتور بتنتقل لجوا. إحنا الانتخابات اللي داخل الجامعة ممكن نسيطر عليها، بس الانتخابات اللي برا، المشاكل اللي برا كيف سنسيطر عليها؟ القضية الثانية المهمة، الواسطات والمحسوبيات التي تضغط. نعم. في سبيل تأمين قبولات إلى أبناء العشائر بشكل في مواقعهم. نعم. نعم، هذا القضية المهمة. التدخل السلبي من قبل بعض رجالات العشائر ومع أنهم لا يتدخلوا، وإلا يعني خلينا نحكيها في حدود الحق وفي حدود يعني من باب أنه إعطاء الفرص ومن باب المسامحة وإعطاء الفرصة لأنه هذا الشاب أنه مثلا أو هذا الطالب أنه يراجع نفسه. بس في قضية يا أخي إبراهيم، إحنا قلنا الطالب دخل للجامعة، الآن ما دور الجامعة؟ قبل أن نأخذ دور الجامعة بس أنا في معلومات لازم أوصلها، ليجب أن يكون الجمهور يشارك برأيه.